احكينا شو صار مع فيصل وقتاش. انهارت لحد الخمسة متاع السباح والبحر هذا جات دورية من اللي وقفوله ديريكت عايتوله عرفت جايين لي هو ديريكت يعملوا لي يوم يموني ايجا حشتنا بيك مشى معاهم للمنطقة هزول المنطقة غاديك الله أعلم شنية عملوله خطر وشافوه يجري على قضية خوه ومسكتش على حقه بدأوا درشنية قيدوله ومحاضر وما نعرفش شنو أو كتوه مطيش في المحكمة متاع الناحية ما الناس عارفين عليش على شنو معدين والحكومة هذه تعمل اللي احنا مع عائلة الشهداء وبش نحموا عائلة الشهداء هم يغرقوا فيهم عائلة الشهداء هم يبعثوا فيهم للحبوسات ما عناش عنا نهارين أخويا تو في الحبس ما ناش عارفين عليه شنو وعلى شنو هزيل فيصل هو أحد هو أبار أنه شقيق الشهيد سفيان الميموني هو أحد شهود قضية أحد شهود شاهد على البغديري اللي قتلوا أخوه عمل مكافحة معاه عمل مكافحة معاه في التحقيق في المحكمة العسكرية أمام المحكمة العسكرية أمام المحكمة العسكرية من بعد هي خزر صار فيه ولو جابوه لهم على نهار المحكمه من يوم غدا نتاع خوه يعملوا كي هزوا الحبس علاش الله اعلم على شنو هزوا شكون توا حاليا المحامين شنو الروايه اللي عطوها لهم ما عطاهم حتى شيء مازالوا ما عطاهم حتى شيء المحامين دي جاهم في المحكمه يشوفوا مازالوا ما هم عارفين حتى شيء على شنو شادين علاش الله اعلم تمشي لهم تمشي لهم للمنطقه تسالهم على شادين يقولوا لك برا اخوك ربي يخفف عليه علاش بي خويا شنو يا عام يا اخي انتوما تعمل لي ربي خفف عليه علاش شنو معدي انت يا خويا لا عامل مشاكل لا ورش رجلي لا حد شيء خاطر يجري على قضيه خوه يجوا هما يعملوا له كاي معناها هل تعتبر انه ايقافه حاليا هو على خلفيه البغديري على خاطر البغديري اللي وقفوه هذا ما اللي تابعين البغديري يخدموا معاه موقف البغديري ماهوش موقف البغديري هاكم زادوا مرقين ويخدم على روحه علاش موقفينه فايس؟ فين كان يخدم؟ ما كان في يخدم فرقة حي الربيع في كارتاج في كارتاج وشكون وقف فايس؟ جماعة كارتاج الفرقة تاع المنطقة تاع كارتاج اللي يخدم معاهم البغديري